روسيا. شكرا شكرا لروسيا. مرحبين بموقف روسيا الرافض استصدار أي قرار يدين النظام السوري في مجلس الأمن، تجمع عشرات السوريين أمام مبنى السفارة الروسية في بيروت شاكرين موسكو على دعمها وموجهين تهم العمالة والخيانة إلى العرب. أتينا إلى هنا لنقدم التحية والشكر الحار لدولة روسيا الاتحادية على موقفها المشرف والعظيم اتجاه سوريا بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد. من أنت يا فيصل؟ من أنتم أيها الصغار الصغار؟ من أنتم أمام البارد العربي الكبير، أمام القائد الاستثنائي بشار حافظ الأسد؟ الاعتصام هذا ما لبث أن انتهى حتى تجمع عشرات السوريين المنددين بالموقف الروسي، وقد رفعوا الشعارات الداعية إلى سقوط الأسد والداعمة للجيش السوري الحر. جايين نقول للدولة الروسية ما فيكم تدعموا نظام إرهابي عم بيقتل الأطفال، عم بيقمع شعبه، اليوم عم تعملوا عداوة مع الشعب السوري، لأنه هيدا الشعب عم ينقتل عم بيموت بسبب مطالبته بالحرية وبالحياة الحرة الكريمة. نحن اليوم جايين نتضامن مع شعبنا السوري، مع الشعب السوري الشقيق، تنقل له نحن حدك. ما فيها روسيا اليوم ضل تستمر بهيدي السياسة. أنا كممثل بالمجتمع المدني اللبناني كمان جاي متضامن مع هالناشطين، ومنندد بنفس الوقت بالموقف الروسي، ومنطلب الرجوع عنه بأقرب وقت حقنا لدماء الشعب السوري. كما قام المعتصمون بحرق صور الرئيسين الروسي والسوري.